ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تدخل مشاهير لتوعية الجمهور بعد الفيديو الذي نشرته صاحبة قناة منعمة على اليوتيوب، تدعي من خلاله أنه لا خوف من وباء كورونا على الرغم من عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية ضده، قبل أن تفقد بسبب ذلك قناتها على اليوتيوب نتيجة التبليغات التي لحقتها من المشاهدين. ونشرت القناة المذكورة مقطع فيديو تضمن رسائل للجمهور تنم عن جهل صاحبته بخطورة الوباء الذي دفع كل مكونات الدولة لاتخاذ إجراءات احترازية لمواجهته، بينما روجت هي لمعتقداتها الشخصية غير صحيحة بتاتا. وحاول الإعلامي صامد غيلان توجيه رسائل إلى الجمهور حذرهم فيها من خطورة ما دعت إليه المسمات منعمة، وهو ما قام به أيضا الإعلامي رشيد الإدريسي في بث مباشر. وكان أحد النشطاء قد كشف أنه وجه شكوى إلكترونية للنيابة العامة ضد المسمات منعمة بعد ترويجها وإصرارها على القيام بما يخالف تعليمات وزارة الداخلية، على الرغم من تعبئة الدولة لكل مصالحها لتوعية المواطنين بخصوص هذا الموضوع. وعلى هامش الانتقادات التي تعرضت لها ناعمة، فقد شن عدد من النشطاء حملة تبليغ ضد قناتها ما أدى لتوقيفها من طرف إدارة اليوتيوب. ودائما ما خلقت المعنية بالأمر الجدل بطبيعة المحتوى الذي تنشره على قناتها بغية جلب نسب مشاهدة كبيرة، لكنها هذه المرة وجدت نفسها وسط موجة من الانتقادات حتى من متابعيها. السلام عليكم. شفت دي فيديو عجبو عجبني الحال، عجبني الحال حيت الناس كيجمعوا الماكلة، ما باغيش يخرجوا، فهموا بأن القضية حامضة، فهمتي؟ فهموا بأن إلا خرجوا إلا داز ليهم الفيروس غادي يقدروا، واخا هما ما يكونوا ما باينش ليهم أعراض، ياك؟ غادي يقدروا يدوزوا الفيروس لناس حدا آخرين اللي هما شوية ضعاف علينا في المناعة ديالهم، ويقدروا يوقعوا ليهم دي كومبليكاسيون، وبما أن البلاد ديالنا القضية فيها شوية على قد الحال، شوية بزاف، راه حيتاش سميتو نقدر نموت. فهموها. جات واحد السيدة قالت لك أنا ماشي طبيبة، أنا ما قارياش، ياك أنا ما قارياش، بدا هي كتصرف مزيان كتصرف، ونقول رأيي بسم الله الشريفة، شنو الحاجة شنو كورونا ما كايناش، ياك لا لا ياك لا لا كورونا ما كايناش. تبارك الله على الدكتورة ديالنا، تبارك الله على العلم، تبارك الله، مين جبتي هادشي هذا كامل؟ الله سبحانه وتعالى والقرآن، وحنايا غير بالإيمان ديالنا غادي نحاربوا كورونا. وعلاش بالإيمان ديالك ما حاربتيش مرض السمن اللي فيك؟ علاش بالإيمان ديالك ما حاربتيش الماكلة والهمباكا والتكتاكا والتكتوكا والطواجن اللي كيسكت جردي فيهم كل نهار؟ علاش بالإيمان ديالكم وإيمان ديالنا حنا كاملين ما قدرناش نحبسوا السكر، مرض السكر؟ إلا ما كانش فيك انت السكر في الوالدة ديالك، ما كانش والديك في الأب ديالك، ما كانش الأب ديالك في بنت الحومة ديالك، السكر عارفه كاين، ياك؟ كيفاش كتعرفي بأن كاين السكر؟ كديري التحليلة. لا درتيها، حيت الناس اللي راسهم قاصح بحال هكاك موحاش، ما تيبغوش يتبعو، ما تيبغوش يديرو الريجيم، ما تيبغوش ياخدو الدواء، تيقول لك موت حدا اللي كاينة، أنتوما صحاب موت حدا اللي كاينة، السكر، كديري التحليلة، ما كديري التحليلة كتلقاها طالعة 3 غرام 4 غرام خزان، كتقول لك أوليدي الخزان قيسو 12 خزان، عارفه ورا نفس الحاجه بالنسبه للفيروس. الفيروس عندنا حنايا واحد الطرق ديالنا، ما ندخلش معاك في لي ديتاي، اللي كنمشيو كنقلبو كنلقاو بان كاين الفيروس، وقول لي انت ما خبرش وصافي، وقولها لي وحاجه وترى الفيروس كاين. ونسيتك واحد الحاجه واحده اخرى، شي الناس اللي تبارك الله عندهم فائض انتاج بحالك، اللي تبارك الله مسهل عليهم سيدي ربي، اللي تبارك الله عندهم الهمباكه، اللي تبارك الله عندهم مسؤوليه، خمسه هنا في الغيانيماسيون، دابا انا كندوي معاك في فرنسا، طبيب مغربي في فرنسا حاليا، وغادي ندخل للبلاد، غير باش نحاول نبدل العقليه ديال الناس بحالك. خمسه منهم غلاد، نقول انا بدل غلاد، عاطينا غير القص وما كيديروش الريجيم تا هما،
ودخل ليهم الفيروس ياك وبا مال كيبانو شوما بحالك فالإنعاش تيتنفسو بواحد لاباراي. ديك لاباراي كتساعد على التنفس الاصطناعي. ديك لاباراي اللي كاينه هنايا اللي كاينه ما كايناش البلاد، راه كاين وصلات الكورونا الحاجه راه محاش تبقى دوي بحال هكا. ولي باغيير فيزيولوجيك اللي عندنا حنا اصلا باش انهم ما يدوزوش الفيروس. انت عندك ناقصين، انت السنان عندك ناقصين، انت دغيا دغيا دخل لك الكورونا، انت ما خصكش الدوي اصلا. الله تيقول لك جميل تتقي بالله، الله تيقول لك جميل يحب الجمال، ما خصك انتم تبقاو عايشين بحال لا عايشين بحال الصوره ديال لاكارت ناسيونال، اذا ضحكتي ما كيعاودوها. ما خصكمش تقولوا شي حوايج بحال هكا، ما تهرسوناش خدمتنا، ما تهرسوش الخدمه ديال وزاره الصحه، ما تهرسوش الخدمه ديال الناس. الا حشومه الحال، وانت مولات العقل. وانت كنعرفك انا بحالكم نتوما كنعرفكم، انا كنعرفكم كتجيو عندي الكونسلتاسيون، كنشوفكم انا في المغرب، كنشوفكم كنعرفكم، كتبدلوا الراي دغيا. فيكم الهضره بزاف عباد الله، كدويو بالخاوي. ودابا مشكل انايا انا ما كندويش نورمالمون في جونغ دو فيديو، مي اوتون كو ميدسان جي لا ريسبونسابيليتي اوجوردي دو دير سو كو جون بونس، باسكو عندي مسؤوليه، عندي مسؤوليه تحت رقبتي ونتحاسب عليها. وانت الا مشيتي حتى هاد الفيديو هادي دازت للمغاربه وسمعوها وتبعوا كلامك، انا شخصيا والله ما نسمح لك يوم القيامه، والله ما نسمح لك يوم القيامه بالله العلي العظيم. الله يرحم لكم الوالدين، غادي تجمعوا راسكم، غادي فريمون تجمعوا راسكم وغادي تسكتوا وتسدوا فمكم. اللي ما قاريش، اللي ما عارفش، اللي ماشي اللي ما كيفهمش يسد درقومو. كارت ناسيونال بحال هكا كان ماكله من هنا او سي با نورمال، سا مي في مال او كير. كيضرني انا هادشي، كيضرني كيضرني. خلي دابا المرضى وهابط غير باش ندوي معاكم، كيضرني. مي نو مي نو، لا الحاجه لا الحاجه لا. والسيده اللي حدا كتقول لها تبارك الله تبارك الله تبارك الله نائبه وزير الصحه. مي نو مي نو، لا 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 الدراري لا البنات لا، ما ديرولناش هادشي. الله يرحمكم الوالدين، ما ديرولناش هادشي، لا ما ديرولناش هادشي، لا لا لا. فري في بالدوا، ما شفتيش الفيديو انا في لوروب بنادم بنادم صافي راه فات لي تابوستينا كورونا، تيقول لك دابا واش حنا نبقاو ولا ما نبقاوش. راه الا مشى شوف، راه الا مشى حتى شي حد دخل تسالى في شي سوق فيه الكورونا، تنقول دخل تسالى في شي سوق تبان شي باب لحد شي كزاع شي درب غلف شي سوق جو سي با في المغرب كامل وتقاس، وداك صح صحاب فائد الانتاج والترتوري بحالك تقاسو، واللي فيهم شويه السكر واللي فيهم شي شويه ديال واللي فيهم الله يحفظ الكونسير واللي فيهم الله يحفظ اللي فيهم الله يحفظ السيده. السيدة راه كاينة، أنا ما كنتش خبرت أنت بعدا، راه بعدا راه كاينة السيدة. واش ما خبرتش كاينة السيدة بعدا؟ وراه كاينة الفياش، راه كاينة صاحبتي. أنا راه بان لي أنت مازال ما فسرتلكش. هادشي راه كاين الدراري، والشعب، والمغرب، والبلاد، والخيم. وراه كاين هادشي. وصحابكم كنضحكوا، وصحابكم ما تيديرينو، ياك وصحابكم ما تيديرينو ميريكان باش يحطموا العالم. راه كاين. راه انا دابا حاليا تنشوف، انا حاليا دابا كيديروا ديبيستاج، كيديروا التشخيص ديال الناس اللي معنا في لوبيتال عندهم لو كورونا. مشيت شفت العيله الحاجه، ثقي بيا ثقي بيا، انا كندوي معاك الطبيب ديال القلب، ثقي بيا ثقي بيا. راه كنمشيو كنديروا التحليله، كناخذوا التحليله وكنديروها وكنصيفطوها لواحد لابوغاتوار، انا في واحد لاغيجون هنايا فيها لي مويان، ولكن تيلمون ديباسا، ولكن صيفطوا لي سونتر الكبار، سونتر باستور اللي كبير كاين غير هنايا في تولوز، كيمشيو تيقلبوا تيشوفوا كاين الكورونا. فيروس كاين بحال فيروس ديال بحال اكشن وان اكن وان، كاين اصاحبتي او زيرو معنا. الله يرحمكم الوالدين. ودابا انا خديت من وقتي جلس هضرت معاكم، شرحتونا على الصباح. الله يرحم لكم الوالدين، ما بغيتش نبقى نشوف بحال داك لي فيديو، وكنهضر مع ناس يقول لك راه بحال ما كاين والو، بنادم خارج. راه عباد الله، راه الحاجه، راه الوسيله الوحيده باش ان ما يدوش داكشي هو اولا تجلسي في دارك، ثانيا تسدي فمك، خاصك تسدي فمك، وثالثا تنقصي من الماكله، خاصك ديري ريجيم الحاج، انت خاصك ديري ريجيم، كرشك واصله لك حتى لهنا.
انت كراش باش نشوفها من هنا واصله؟ انت من الناس اللي تلقاو مشاكل باش نديروا النوسكولتاسيون كارديا باش نسمعوا لهم قلبهم مشاكل، جو الناس اللي تلقاو لهم مشاكل باش نديروا التلفازه، تنبقاو عليكم تطلعوا ما تطلعوا، راه ما عندكم مشاكل في حياتكم وفي اخباركم، وراكم عايشين غير هكاك، راه غادي تعذبوا، راه غادي تعذبوا. انا نهضروا على هادشي من بعد، ترجلوا معنا ولا خليونا صافي ولا ولا صافي كاع ديروا اللي بغيتوا كاع موتوا كاع صافي، نتوما بغيتوا تموتوا موتوا. نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية.